أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يثبت من قوله تعالى عن مريم عليه السلام: ابن لي عندك بيتا في الجنة، ومن قوله تعالى: فالذين عند ربك، ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم: فهو عنده فوق العرش، هل يستدل بهذه النصوص على إثبات صفة العندية لله عز وجل؟ قرب، على صفة القرب من الله، وأن بعض المخلوقين يكون قريبا من الله عز وجل، هذه صفة القرب. والملائكة المقربون عند الله جل وعلا قرب مكانة، قرب مكان ليس قرب مكانة، إنما هو قرب مكان، وهذا لا يكون إلا لأهل الإخلاص لله عز وجل وأهل المحبة لله. نعم.